في الأخير اسمحوا لي فقط أن أدعو لأبنائنا المقبلين على البكالوريا، وفقهم الله، ونسأل الله لهم النجاح والفوز والفلاح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمرهم. أبنائي الأعزاء، لا تقلقوا ولا تخافوا إن شاء الله، ولا تجزعوا، ثقوا بالله، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحال أنكم رجعتم أو كنتم قد رجعتم وتستعدون إن شاء الله، كان الاستعداد يعني جيدا ليوم البكالوريا، وما البكالوريا إلا امتحان كباقي الامتحانات. وفقكم الله لكل خير، وفقكم الله لكل خير، يعني إن شاء الله جعل الله منكم ذخرا لهذه الأمة، بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.